كل سنة وانت طيبة. وانت طيب. وليه التعب ده كله؟ ما كانش له داعي. الله. ذوقك يجنن. وحولت لك الفلوس لبيروت كمان. كمان؟ أمال. مش معقول ستروك. مش عارف اشكرك ازاي يا علي بيه. ابدا. شايف الناس اللي بتقدر يا سيزاكي؟ بقول لك ايه؟ جود زكي حسين اكبر مخرج في مصر في بيتك. ده نفسه هديه. منور علي بيه. قصتك فراخ يا مدام؟ فراخ؟ 20 جوز؟ طب اوكل الناس دي كلها ازاي؟ معلش اصل اليومين دول الرقابه على الجمعيات شديده جدا. يومين ثلاثه واجيب لك فراخ زي ما انت عايزه. ميرسي. انت حلوة قوي على فكرة بجد. ممكن تمثلي في السينما. انا مستعد اكتشفك الليلة دي. عارفة الولية دي؟ ميرفت سعاد. انا اللي اكتشفتها. نص ممثلات البلد نحن اللي اكتشفهم. يا ريت يا انكل. انكل عينين انكل. ده انت مش محتاجة لتدريب. كلوس. طيبة. وانت طيب. قولي. مالك يا مرة؟ في حاجة؟ محمود حمدي. ماله؟ استقال من المجلة. كابوس وانزاح. خسارة. ايه ده؟ انت زعلان ان عدوك اللدود ساب المجلة؟ طبعا يا اخي. مين اللي هيشتم فينا وفي افلامنا دلوقتي؟ انا ما بهزرش. محمود حمدي بالذات لما يشتم في فيلم من افلامي الشباك بيشتغل نار. عيون الغزلان دي مش لازم تحزن ابدا. انت بكاش ما عدتش صدقك ابدا. طب وحياتي؟ بدور لك على قصه. اسم الاستاذ زكي حسين عندك اهو. روح عندي معاه وانا صدقك. الله. طب القصة؟ مش مشكلة، القصة على قفا من نشيل. بس اسمع، العقد بتاعي زي ما اتفقنا، نص الفلوس هندفعها لي هنا والباقي في بيروت.